عصري والنيل جوه بيسري، تاريخ أرضه وبلاده بيجري جوه دمه من قلبه وروحه مصري، والنيل جوه بيسري من قلبه وروحه مصري، والنيل جوه بيسري من قلبه وروحه مصري، والنيل جوه بيسري. أصحابه كتير كتير قدوا قدهم، طابور الصبح تضرب أجراس تلمهم، أصحابه كتير كتير قدوا قدهم، طابور الصبح تضرب أجراس تلمهم، وموسيقى نشيد بلادي بتجري بدمهم من قلب وروح مصر، والنيل جوا أول والتاني والسؤال في عنينا تاني، يا بلاد أنا أنت حبك وأطول النخل وأقدر، تمرين أول والتاني والسؤال في عنينا تاني، يا بلاد أنا أنت حبك وأطول النخل وأقدر، وأطف من ورد تشكى وعامل لك عقد مرمر من قلب وروح من صور وصور السن، وعارف معنى انه من قلب وروح مصري، والنيل جواه بيسري، تاريخ ارضه وبلاده بيجري جوا دمه من قلب وروح مصري، والنيل جواه بيسري الحقونا الحقونا. اتصرف يا خفيف. اعمل ايه؟ اطلع بالمنطاد، هنروح في دهية، احنا هنخبط في العربيات يا بابا. يا خبر، حاسب الحمد لله هيوقع تاني، واحنا مفيش معانا جاز كفاية. كله بسببك، كله بسببك. ارجع لورا، انا معايا مسدس، والمسدس دي اللي ودانا في دهية، ونرى الان وادي الملوك وهو يقع. بلاش يقع دي يا ريس وهي تبوك. ايوه صح، بلاش يقع دي. وادي الملوك موجود. وانت بتعمل ايه؟ اصل الكلام عن الاثار بيهديني. احنا لازم نتصرف يا خالي، احنا عايزين حد ينط من المنطاد عشان نطلع تاني في الهوا. طيب يلا نط، نط انت، انا معايا مسدس بقولك. وجهة نظر سليمة ومقنعة في الحقيقة. انا مش عارف اعمل ايه، والجاز بينقص، حد معاه جاز؟ خليني اكلم عبدون يمكن يعرف يقول لي حاجة. ايدي محفظتي والموبايل مش لقيهم. فضل. طب ومحفظت انا ده عشان الظروف الخاصة بس. ايوه طيب ماشي. اما وادي الملوك فموجود ايضا في البر الغربي من النيل. كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي. عبدون. ايوه، تليفونك بيرن. مش مهم دلوقتي، خلينا نستريح شوية قبل ما السياح ييجوا، وبعدين نتغدى، وبعدين بجرود. ما بيردش، هات الموبايل انا هكلمه تاني. بص، امن المنطاد هوا بس مش قوي، وخليه ينزل بالراحة. مفيش نزول هنا، انا عايز اروح الناحية التانية. يا راجل وهي دي حاجة بايدينا، البوليس هيقبض عليا لو نزلنا هنا. وهو البوليس فين؟ ما بعد خلاص. سامع يا خالي، البوليس جه. يبقى لازم تطير، طير. آه.
تمام يا فندم، احنا لقينا المنطاد اللي حضرتك لمحته وهو بيطلع وينزل. طب خلي بالك يا هاني بيه، اكيد المنطاد ده فيه سياح اجانب. تمام يا فندم، تمام، جاري التعامل سعادتك. المنطاد تجل والفتحة بتكبر، يبقى الحل الوحيد ان حد ينط من المنطاد عشان يخف شوية. طيب طيب، الراجل ده كان مستعجل. انت هتهرج ولا ايه؟ ابعد عني. انزل يا مدام. نعم. معاه مسدس يا بابا. ايه؟ مش فهماك. لو محدش نط دلوقتي حالا هرميكم كلكم. ها؟ القطر، القطر. ماله؟ احنا ممكن نربط الهلب بتاع المنطاد في القطر ده ونفضل طايرين فوقه لغاية اما المنطاد ينزل. افارم عليك يا بكار، خفيف تقدر تخلي المنطاد يروح عند القطر؟ احاول، وهو كله بتسهيل ربنا. بص يا مدام، انت مش هتنط من ارتفاع كبير، اول ما المنطاد يقرب من الارض نطي. ولو حصل حاجة هقول للولاد انك ضحيتي عشاننا. جلال اتعدل، نط انت بدل ما نرمي المدام. وهو انا وهي ايه؟ هذا ويقابلنا الان معبد ادفو، وهو من المعابد الهامة. مش عارف احول الاتجاه، المعلم عبدون هو اللي بيعرف. يبقى اكلمه تاني. ما ترد يا عبدون، يمكن حاجة مهمة. اوف هات. الو الو يا سيدون، عايز ايه؟ يا عبدون المنطاد خم. بتقول ايه؟ بقول المنطاد خم يا بنو، مش عارفين نعمل ايه. اوه انت في حتة الشبكة فيها مش كويسة يا سيدون، اقفل واتصل تاني. انا مش سامعك. يخرب بيتك، انا بقول لك قفل. الحمد لله الريح ساعدتنا اخيرا، اي هد بيساعد. الحمد لله. هجرب من القطر. محدش هيمسكني، خد دي في الكبوت. طب دي خليك وراه. تمام يا فندم. يا فندم المتهمين بيحاولوا يهربوا ناحية القطر. متهمين ايه يا هاني باشا؟ بص يا فندم، انا تحليلي للموقف ان في ارهابيين خاطفين السياح الاجانب وهيطلبوا فدية. دول ضربوا علينا نار يا فندم، ودلوقتي متجهين بالمنطاد ناحية القطر اللي اكيد هيستخدموه للهرب. يا خبر للمستحيل يا هاني، عشان تمنعهم دي سمعة مصر. اوامرك يا باشا. كده احنا فوق القطر يا خالي، نرمي الهلب بقى ونفضي المنطاد والقطر هيوصلنا لأقرب محطة. كلام جميل. وبالنسبة للمقص باشا، ممكن حضرتك تبقى تنزل من المنطاد وتركب القطر وتكمل هروبك بيه. مفيش حد هينزل، ما ترميش البتاعة دي بدل مضرب النار. بقولك حقوق مزرعتي. ها يا راجل، وساكت من الصبح. مقص عايز ايه؟ الراجل ده عايز يقول لك حاجة. ايه؟ حشوة بابا يرحمكم الله. تسلم ايدك، يلا بينا. هننزل يا ماما اخيرا. اوعى تكلمني، انا حسابي معاك عصير. يلا يا جماعة، واحد واحد كده انزلوا على الحبل ووقفوا على سطح القطر من فوق. ابتدي انت. ها؟ أمري لله. ها؟
حاضر حاضر. ثانية واحدة ثانية واحدة. نرى الآن معبد من أهم المعابد الموجودة بلوكسور. هو ده وقته يا فندم. واحد من اللي في المنطاد بينزل على الحبل. شكله من السياح يعني؟ لا، يبقى أكيد الإرهابي. اضرب يا هاني. يا نهار اسود يا نهار اسود، الحقوني. هيدي ايه اللي حصل؟ بيضربوا علينا نار ليه؟ مش عارف. والان نرى مع النهر النيل العظيم ويهدى عظمه هبت وشريان الحياه المصريين. اهدى يا ابني اهدى. واضح انه لسع. الحق الحق يا خالي. نفق نهار اسود، القطر داخل على النفق والمنطاد هيتفرتك. لازم حد ينزل يفك الحبل. لو حد نزل هيضربوا عليه نار. يبقى نقطع الحبل حد ما سكينة. ايه ده؟ مين اللي ضرب؟ عتشو واوا ارحمك الله. هات المسدس اللي معاه. يا فندم دول بيضربوا نار على الحبل بتاع المنطاد بتاعهم. دول انتحاريين بقى، اضربهم بالنار قبل ما يضربوا نفسهم. مش فاهم. ولا لا. ايوه اطلع يا خفيف اطلع. ايوه يا سيدون. ايوه يا عبدون سمعني. ايوه ايوه كده صوتك واضح. عايز ايه؟ خوتني. الواحد مش عارف يريح. قصدي يشتغل بسببك يعني. احنا حصلت لنا مشكله ومش عارفين نتصرف. مشكله ايه؟ هي الحمد لله عدت على خير. انا بس طالبك دلوقتي علشان اقول لك اننا جايين نقابلك بالمنتاد. ازاي؟ بص فوق يا عبدون. أنا في غاية الأسف، وكويس إن حضراتكم بخير. أوراكاكا أوبو شوشو كو. بالظبط يا فندم، وتحياتنا لقارة آسيا، وأرجو إن الآثار والأهرامات تكون عجبتكم. هاتشو بابا يرحمكم الله. قدامي على الإسم يا حرامي. محفظتي أهم حاجة. أنت مين؟ أنا ناجي بيه. ناجي بيه؟ أنت ظابط؟ لا. تبقى ناجي بس، ما تلخبطوناش بقى. الحمد لله وصلنا بالسلامة يا ماما. اوعى تكلمني تاني، أنا بقول لك أهو. طب ليه بس؟ هو كده. طب والمربى والجبنة النستو اللي هنشتريها؟ هاكلها كلها لوحدي. ده عقاب كبير قوي يا ماما. سلمتك يا عبدون. الله يسلمك يا سيدون، بس أنا طالب منك خدمة. خير؟ أنا مش هخرج من المستشفى قبل شهر شهرين، ومش معقول المنطاد يقعد كل ده مركون، وعايزك تسوقه لغاية ما خيف. إيه رأيك سيدون؟ ها؟ يلا يا بكار اجري. أنا جاي وراك يا خالي هو. عايزين نلحق نروح قبل ما نروح في داهية. يا ولادي يا بنات